وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا. تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا. أبطال وعاشوا وسطنا، أبطال وعاشوا وسطنا. تصدق النهارده الاجتماع كان رائع جدا، انا لمست حضور ربنا والاول مره احس ان في امل في البلد دي. يا عم امل مين يا عم؟ الواحد كل ما يخش الكنيسه ويسمع كلمتين ان لسه في امل وينفع الدنيا تبقى كويسه يطلع الواقع لا الدنيا زي ما هي. لا بالعكس، دي بتبقى اسوأ من الاول كمان. لا ايمان بقى ولا رجاء ولا واقع ولا الجو ده كله يعني. بعد كامل اللي سمعناه دوت والخدمه المشجعه وقت الترانيم الرائع. يا ابني الواحد من كتر ما بيسمع الكلام ده هو يعني خلاص تحس ان ودانه نحست. يا عم ادينا جوه بنسمع كلام كويس وفي امل وفي حاجات كويسه ممكن تحصل في الواقع، لكن اطلع بقى للارض الواقع بجد هتلاقي الدنيا خربانه، مفيش امل، الدنيا عماله تبوظ اكتر واكتر. بس انت عارف احنا لازم نثق في ربنا وسط ظروفنا الصعبه. بص انا عن نفسي ما كنتش اصدق الكلام ده، يمكن عشان سمعته كتير او عشان بسمعه وبطلع بره الاقي يعني الاقي عكسه، ما افتكرش ان في امل ولا حاجه. لا لا، في بعض الناس بترنم ترانيم الايمان بس داخل جدران الكنيسه، لكن في الخارج الكلمة الأولى والأخيرة هي للأمر الواقع. وده يخلينا نتساءل، هو الإيمان ضد الواقع؟ وهل حياة الإيمان صعبة وعسيرة ولا سهلة ويسيرة؟ وهل يا ترى ربنا عايزنا نعيش كده ضد الواقع ونتخبط في الظلام؟ وإيه دخل العقل والمنطق في الإيمان؟ وهل ننشغل بالوضع القائم أكتر من ثقتنا في الله ومحبته لينا؟ هل تثق وتصدق أن الله يستطيع أن يتدخل في وقته وبسلطانه؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة من برنامج ناس زينا، واسم الحلقة مش بالعقل، وحنتناول الموضوع بتاعنا من خلال الشعر والحوار وترنيمة جميلة.